معي من القاهرة دكتورة نوران فؤاد، أستاذة علم الاجتماع. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة نوران. يعني بالتقرير سلط الضوء واختصر يعني كيف هي لعبة الحوت الأزرق، 50 مهمة، كيف بتبلش، في أوامر خلال اللعبة وبتنتهي بطلب الانتحار. في إذا في شيء مش فهمانينه باللعبة، لأنه أبسط سؤال وين الأهل، خاصة بأنه بتبلش مثل ما شفنا برسم الحوت على اليد وبعدين ضمان بأنه دخل اللعبة وبعدين بدء الأوامر. هو الحقيقة طبعا التقرير كان وافي، يعني كان التقرير يعني ألم باللعبة وألم بخطورتها وباتجاهاتها وبالأعمار. يعني دايما احنا نقول ايه المستهدف من الفكرة ايه، فالأعمار المستهدفة هي أعمار كمان تقل عن المراهق، يعني ده 12 يتصل لحد ل 16. الطفولة، يعني تصل لحد الطفولة. هي الفكرة بس إن هي تكرار آخر لظواهر مجتمعية زي الظاهرة اللي عمت فترة ما ظاهرة عبدة الشيطان، ولعبة الحوت لا تقل عنها خطورة، لأن هنا هم يلعبون بالأطفال وبعقولهم ويحزوا حزوهم في كل شيء الأطفال، إلى درجة أن تنتهي بالانتحار. ولاحظي حضرتك الربط ما بين فكرة انتحار الحيتان وانتحار الإنسان هنا. يعني الحيتان تنتحر لتلوث في المحيطات، لتلوث في المياه. ظاهرة انتحار الحيتان لم يتم التوصل الدقيق ليها حتى علميا حتى الآن، يعني في أسباب بتظهر لكن ما هيش هي السبب الرئيس برضو حتى الآن من الناحية العلمية. فلاحظي هنا ذكاء الفكرة إنه يربط ما بين انتحار الأطفال وما بين انتحار الحيتان، بس ويكون في ايتمز معينة لكل طفل بيملاها، عن طبعا فيها خطورة عن ايه بقى، يملاها عن نفسه زي ما يكون بيعمل ابلكيشن عن نفسه، كل ما يخصه يخص حياته. دي شيء يعني فيها ريسك وفيها مخاطره، لانهم بيبقى عندهم معلومات عن كل من يدخل اللعبه. كرمال هيك يعني اذا ما اللعبه دي تنظيم. راح للانتحار بيهددوه 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 باشياء شخصيه من المعلومات اللي هو ذكرها، واخد بال حضرتك؟ وحتى يعني بقتل احد الله من يعلم مدى خطوره المعلومات دي ومدى ربطهم بالاطفال. يعني هم يكررون نفس الاشياء زي ما بيقولوا ايه، اللعبه العالميه تكرر نفسها بس من خلال عده صور. يعني لو حضرتك تفتكري موضوع عبده الشيطان واتخاذ اماكن ومعابد للشيطان واغاني ورسوم وتاتو او وشم، نفس الافكار دي. حتى ان في ربط، يمكن التقرير ما ذكرهاش، التقرير الحقيقي كان رائع، بس في نقطه كانت خطيره برضو من النقاط اللي انا اطلعت عليها بتخصصي، ان هم كانوا بيرددوا نفس الاغاني اللي كانوا بيرددوها عبد الشيطان، طيب في بيرددوها كثير للاطفال. اسئله بهالموضوع. في سؤال موضوع البيانات الشخصيه، هيدي الى اي درجه انا ملزمه يعني بالاعمار هذا انه اقدم بيانات الحقيقيه؟ بس نحن موضوع الاهم اليوم، ليش تفوت باللعبه اصلا موضوع الحوت الازرق هذا بس يذهب للانتحار الكل، او يعني مش بالضروره هذا ينطبق على حالات معينه فقط ولا كله؟ بعرف انه عم يصير في حالات، نتحدث عن اكثر من 100 حاله بالجزائر مؤخرا، 8 في حالات روسيا، في روسيا حالات تعلو نسبه الانتحار، لان طبعا المجتمع الروسي فيه اعلى نسب انتحار، المجتمع الروسي فيه اعلى انتحار عن المجتمع الاوروبي كمان، عن واخد بال حضرتك؟ فهو بالطبع يعني يسجل اعلى حالات الانتحار وسط المراهقين. بس هي الفكره بقى ايه؟ الفكره اين دور الاسره هنا؟ يعني الابن ده اللي قعد وتواصل وعمل كوميونيكيشن معاهم وبعت الداتا البيز بتاعته بتاعت اسرته، طب فين دور الاسره؟ حتى في حاله، الحاله اللي تمت في مصر، الاخت للابن المنتحر ذكرت، قالت ان الاسره كانت مشغوله في حاله انشغال، ما تنبهتش ليه، لا الام ولا الاب ولا الاخت الكبرى. صحيح، مع انه العوارض يعني في اشياء كثير كبيره واضحه، مش كثير صعب يعني. منها ايه حضرتك؟ شوفي حضرتك ملاحظه ذكيه منك جدا، اشكرك عليها. ازاي انا كأم او كرب اسره او كأب ما احس ان ابني بيرسم الحوت على ايديه باللون الازرق؟ طب وليه باللون الازرق تحديدا؟ لازم كنت افهم والاحظ ازاي ما احس اي تغيرات جسديه. يعني ويأسوا في بكير مثل ما عرفنا كمان، ممكن يجي امر بلعبه الحوت الازرق شي 4
او نص، يعني في واحد عم يحكينا ما بعرف باي توقيت، بس انه باي باي ساعه للاسف انتهى وقتنا. انا بشكرك. باي ساعه بيقعد؟ اصل دلوقتي حضرتك في غرف للشاتنج المقصود منها التعارف الثقافي والانتر اكشن ما بين الثقافات والكلام ده، لكن ده ليس تعارف ثقافي وليس انتر اكشن بين الثقافات. دي ثقافه واضحه، هي ايه؟ ثقافه الموت. احنا عارفين من الدول اللي بتسعى لثقافه الموت، وعارفين اي ثقافات مضاده لثقافه العروبه اللي بتسعى لثقافه الموت، وفاهمين مين اللي بينشر ثقافه الموت وثقافه الارهاب وثقافه الموت. انت الان في سن الظهور يا ابني، يعني عمر الظهور. انا اشكرك جزيلا على هذه المشاركه معنا. اعذريني على المقاطعه، من القاهره دكتوره نوران فؤاد استاذه علم الاجتماع، شكرا.